النائب أنطوان زهر انتقد السيد حسن نصر الله على خلفية هجومه على قوى 14 من أذار. زهر وفي حشاء مصلحة طلاب القوات أكد سقوط نظريات السيادة والإصلاح. ونسمع من يدعي أنه سيد المقاومة في لبنان يخرج علينا بتصنيفنا كما لا نصنف أنفسنا، إنه عم يحكوا كأنهم قوة عظمى إقليمياً وداخلياً. لا، نحن أعظم من القوى العظمى. نحن ناس عندهم إرادة، عندهم وعي، عندهم تصميم، ديمقراطيين سلميين، بدهم دولة، وما حدا ولا أي قوة ولا أي سلاح ولا أي شخصية ولا أي نظام في يكسر لهم حلمهم. نحن حالمون ونحن نحقق أحلامنا. من زمان خلصت اخبار السياده والحريه والاستقلال عندهم، من وقت الوقع ورقه التفاهم، وهلا خلصت خبريات الاصلاح، وشفنا افسد سلطه ممكن نتخيل انها تركب في لبنان بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل.